السلام عليكم أخواتي وأخواتي، إن شاء الله اليوم راح نوريكم كيف ممكن نرسم بجعة، يعني هنحاول قد ما نقدر نرسم بجعة للمبتدئين. إن شاء الله تنول على إعجابكم. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. يلا معايا نشوف كيف هنرسم.
Thank you.
الله تكون رسمة البجعة نالت على إعجابكم. مع السلامة، إن شاء الله نشوفكم في رسمة جديدة. مع السلامة.